السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتكم قناة سعد الحجر. النهاردة إن شاء الله هنكمل سلسلة دروس أدوبي إليستريتور. الفيديو اللي فات جالنا دعم كتير، أحب أشكر الناس اللي دعمتنا، بشكرهم جدا، وعايزهم الفيديو ده يدعمونا أكتر ويشيروا الفيديو أكتر عشان يدونا دفعة كده إن احنا نكمل للآخر. والفيديو النهاردة في آخره كده إن شاء الله في تاسك هنطبقه مع بعض، ما تفوتوش ولا لحظة، يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم مره ثانيه. احنا في الفيديو اللي فات عرفنا ازاي نتعامل مع الانترفيس بتاعنا وازاي ننظمه وازاي نظبطه بحيث ان احنا نقدر نشتغل عليه. في الفيديو بتاع النهارده هنتعلم ازاي نتعامل مع حاجه اسمها الارتبورد وحاجه اسمها البليد، فيا ريت تتابع معانا للاخر. اول حاجه يعني ايه ارتبورد؟ ارتبورد اللي هو مساحه العمل اللي قدامك دي. احنا لما بنيجي نفتح ملف جديد بندوس فايل نيو بيظهر لنا التيبل ده. طبعا المرة اللي فاتت قلنا ان دي المقاسات الويدز والهايتس وده الاورينتيشن وده الارتبورد، وقلنا هنشرح الارتبوردس. الارتبوردس اللي هو ده واحد، احنا طبعا هنا عندنا واحد ارتبورد يعني مساحة عمل واحدة. لو جينا تحت كده وقلنا كرييت هيجينا واحدة بس. لو فتحنا كده تاني وقلنا مثلا اربعة وقلنا اوكي كرييت هيطلع لنا اربع مساحات عمل. يعني لما باجي انا اشتغل مثلا بروشور او منيو مكون من اربع ورقات او ورقتين وش وظهر وبدبوس كده، يعني اللي شغالين في المطابع وكده يعرفوا الكلام ده. يعني لو هي ورقتين اي 4 مثلا وبدبوس او ورق اي 3 ومتنيه يعني واخده كده ريجه ولا حاجه، تقدر ان انت تشتغل على البروجكت بتاعك او البراند بتاعك كامل في مكان واحد. بدل ما اطلع هنا اشوف الوش واجي هنا اشوف الظهر واروح هنا اشوف اللوجو ومش عارف ايه، لا انا بجهزه كده كله كامل، ولما باجي اصدره بيتصدر كل واحد لوحده بحيث ان انت تبعته للزبون او تبعته للمطبعه. طيب ايه هو بقى البليد؟ برضو ناخده على السريع كده عشان نكمل موضوع الارت بورد. لما بتفتح فايل جديد وتيجي هنا انت عملت الاربعه بتوعك بتوع الارت بوردز، تيجي هنا على حاجه تحت هنا حاجه اسمها بليد، في توب في بوتون في ليفت في رايت، يعني فوق وتحت وشمال ويمين. خلينا نعمل عملي، هنعمل حاجه يعني مثلا 3 ملي في كل اتجاه ونقول كرييت، هيفتح لنا بالشكل ده. نكبر شويه كده الت بالسكرول ونسحب كده لجوه، هنشوف هنلاقي فيه خط احمر. الخط الاحمر ده داير ما يدور حوالين التصميم بتاعي زي ما احنا شايفين كده. طيب تمام، نعمل كنترول زيرو، هنيجي على واحد من دول وناخد مثلا الريكتانجل اللي هو المربع وناخد مثلا لون كده مثلا، ونيجي كده هنا كده وناخد كده. طبعا احنا مش محتاجين الاستروك في حاجه، فهنيجي من هنا ونضغط كده هنلغي الاستروك. حلو الكلام. لما اجي في المطبعه الفني بتاع القص يجي يقص، ممكن يجي يقص هنا كده ترحل منه شويه او تشفت منه شويه، المقص يشفت منه شويه، فتبص تلاقي في اخر الكارت او في اخر البروشور بتاعك في جزء ابيض، والجنب الثاني منه هتلاقيه داخل شويه، يعني هيجي في الجنب الثاني ده اكيد، لان طبعا هو طالما رحل شمال فهيخش كده شمال. يبقى من هناك من على الشمال هيبقى طالع في الابيض، طالع فيه ابيض في القص، ومن هنا داخل واكل من التصميم. عشان نتفادى الحركه دي باجي هنا كده شايف المربعات دي او الانكور دي، باجي اسحب كده واوصل للاحمر من كل الاتجاهات طبعا بالمسطره، واضغط واسحب كده يتبان قدامي بوينت كده. خلاص تمام كده، انا كده عملت سيفتي للشغل بتاعي بحيث ان هو لو اتقص جوه او بره انت كده في الخلفيه بتاعت او الباك جراوند بتاعت الطباعه، ما انت ما بعتش وما جاش معاك تشوه في القص. نجيب مثلا لون تاني، طبعا احنا ايه عشان نجيب لون تاني نطلع بره كده، احنا لو جينا كده واحنا ضاغطين وجينا غيرنا اللون عشان نعمل لاير جديد او نعمل ريكتانجل جديد هيتغير معايا اللون بتاع الريكتانجل، لكن لا انت تطلع بره كده تضغط كده وتيجي تغير اللون اللي انت عايزه، تاخد اللون اللي انت عايزه وتبدا تعمل انت مربع. طبعا ده للشرح بس، يعني انا بعمله كده للشرح فقط، يعني بعمل المربع ده للشرح فقط، لكن انت من نفسك كده نظريا بتقدر ان انت تخش لجوه شويه بحيث التكست بتاعك برده ما يجيش في القص. نفترض ان هو دخل لجوه ما طلعش بره، دخل لجوه في القص، فانت تبقى انت عامل احتياطاتك ان التكست بتاعك او الصوره بتاعتك او الهدف اساسا من الكارت او من البروشور ما يتشوش وما يروحش منك. تمام، بتشتغل جوه كده برده 3 4 مللي يعني داير ما يدور كده برده. نشيل ده خلاص، هنقفل الملف ده، هنشوف الملف اللي قبله
مفيش بليد. طيب انا نسيت اعمل بليد وصممت وظبطت كده، عملت يعني بدأت في التصميم، طب انا عايز اظبط في حاجه هنا اسمها دوكيمنت سيت اب، بضغط عليها هيظهر لي التيبل ده، باجي هنا بلاقي حاجه اسمها البليد، ببدا ازود قد 2 مللي 3 مللي زي ما انا عايز، اقول اوكي اعطاني البليد بتاعي، وابدا من خلاله ان انا اعدل التصميم بتاعي واظبط فيه. ممكن اعملها في بدايه التصميم خالص، في بدايه ما بحط مقاساتي، وممكن اعملها برضو وانا شغال بعد ما فتحت الملف بتاعي وبدات ان انا اصمم فيه، فافتكرت ان انا ما عملتش بليد فابدا، او انا قبل ما اصلا اصدر الملف ممكن اعمل البليد بتاعي. حلو الكلام، نقفل دول كده خالص، نبدا نفتح ملف تاني. احنا عايزين نعمل مثلا كارت شخصي، بيزنس كارت وجهين. البيزنس كارت من 9 ويدز، عرض 5 ارتفاع، في ناس بتعمل في مطابع بتعملها 8.5 في 4 و8 من 10 يعني كده، حاجات زي كده. طبعا انا عامل البليد بتاعي هنا اهوت جاهز، وهنا دول 4. طبعا الكارت هيبقى عندي صفحتين بس، وش وظهر، فابدا انزل كده واعمله 2 واقول كرييت، تبدا تجيلي الصفحه بالشكل ده بالارت بورتس، 2 ارت بورتس والبليد بتاعي هنا اهوت تمام. طيب انا عايز اتعامل مع الارت بورتس، هتعامل ازاي؟ في حاجة انت طبعا الارت بوردس ممكن تيجي من هنا من قائمة فندو وتختار ارت بوردس، هتطلع لك هنا قائمة ارت بوردس، وتيجي هنا في الادوات على ارت بوردس تول اللي هي اختصارها شيفت او، تضغط عليها، اول ما تضغط عليها بتجي لك هي تحدد لك واحد من الارت بوردس بتوعك، تضغط هنا كده تبدأ تنتقل من ده لده. ولو جيت تحت هنا ضغطت كده وانت عندك مثلا اكتر من ارت بوردس، تقدر تضغط هنا كده وتنتقل من واحد لواحد كده زي ما انت شايف كده، يعني احنا على 2، لو رحنا على 1 بص تلاقي جالك 1، تضغط هنا تضغط على 2. طيب عشان نبينها مع بعض احنا ممكن نعمل حاجه، بس يعني لما اجي انتقل من هنا اروح لواحد هيجيب لي 1 كده، اجي انتقل كده هيجيب لي 2، يبقى انت تقدر تنتقل بين اكتر من ارت بوردس، لو 10 ارت بوردس تقدر من هنا ان انت تتعامل معاهم، او تيجي هنا على القائمه دي على الايقونه دي وتضغط وتجي لك هنا عدد الارت بوردس اللي انت عاملهم، ده رقم 1 وده رقم 2. طيب انا اروح على رقم 1، الضغطه الثانيه هتلاقيني عنده، ده الضغطه الثانيه هتلاقيني عنده، يبقى انت كده تقدر تنتقل بين الارت بوردس بتاعتك بكل سهوله. انا عايز اسميهم عشان انا ما اغلطش، لو جينا هنا كده وضغطنا على ارت بوردس هنلاقي هنا، لو جينا كنترول 0 مثلا هنلاقي هنا في 01 ارتبورد 1. طيب 01 ديت الترتيب بتاع الارتبورد، ده رقم 1 تحت هنا اهو، هو هنا رقم 1، لو ضغطت على رقم 2 هتلاقيه 02 رقم 2، يعني الترتيب بتاعه في الورق العمل بتاعك، لكن الارتبورد 2 ده اسم ملوش دعوه بالترتيب خالص، يعني لو جيت على ده وعملته الاول مثلا كده، طبعا انت عشان تسمي برضه عشان تضغط ضغطتين كده على الـ على الـ على الاسم هيبدا يعمل معاك كده، تبدا انت تكتب وتسمي. طب هو الاول معناه ان هو رقم 1 او هيطبع الاول؟ لا، معناه ان ده اسمه الاول، لكن مش هو اللي هيطبع في الاول، اللي هيطبع في الاول اللي هو رقم 1 تمام. يعني لو سمينا ده مثلا الثاني، يعني مثلا الوجه الثاني مثلا، مش معنى كده ان ده الوجه، ان ده الوجه الثاني، لا، معنى كده ان ده ترتيبه رقم 1 لكن اسمه الثاني، ملوش دعوه خالص بالشغل ده، انا مسميها عشان اعرف اتعامل معاه. طيب انا عرفت خلاص اسمي الحاجه بتاعتي تمام 100%، لو جيت تحت هنا برضو 1 و2 الثاني اهوت تلاقيه الثاني ماشي، هتيجي على ده هتلاقيه الاول 02. انا عايز اضيف كمان واحد، كمان ارت بورد، كمان ارت بورد احطه مع الحاجات دي. انا ممكن اجي كده واضغط عادي خالص كان انا بتعامل بالريكتانجل بتاعتي وابدا احط الارت بورد بتاعي الجديد. طيب بس الطريقه دي مش مظبوطه، الطريقه دي مش بيرفكت 100%. ممكن اجي من هنا من فوق بعد ما انا عملت كده مثلا، عملت الارت بورد بتاعي واجي هنا من فوق، في حاجه اسمها الويدز والهايت، زي ما احنا في الاول خالص لما جينا نعمل المقاس بتاعنا ده 9.3، لا يبقى 9 بس، 9 ويدز تمام، في كام؟ في 5، يبقى انا كده خلاص انتر بقى ده قد ده بالظبط، لو ضغطنا هنا بالارت بورد نلاقي 9 في 5 وده 9 في 5، خلاص كلهم كده واحد. طب انا عايز اعمل مقاس تاني خالص 15 مثلا ودوست انتر، يبقى معايا 15 في 5 مثلا، لو عايز ستيكر ولا حاجه وبمقاس معين تمام. هنيجي هنا نلاقيها ارت بورد 3 نسميه،
ممكن نسميه ستيكر. تمام، انتر. خلاص بقى كده معانا ستيكر رقم 3. انا عايز اخد كوبي من نفس الملف ده، من نفس الارت بورد ده. لازم اكون منشط الايقونه بتاعه الارت بورد واضغط الت واسحب، وانا ضاغط على الالت عايزها تبقى بالظبط قصادها بالظبط. شايف الخط اللي هو البنك ده اللي هو نازل من فوق ده؟ معناه ان انت بمحاذاه الارت بورد الاولاني. لو سبت كده تمام، يبقى ده قصاد ده بالظبط. عايز اعدل في مقاسه، اقدر اعدل كده في مقاسه واغير زي ما انا عايز، وده اسمه ستيكر 2. يكون ستيكر مثلا عايز يعمل ستيكر مقاس تاني او مقاس اصغر. الارت بورد ده طبعا ما تسماش، هيبقى ستيكر 2. انتر. انا عايز ده يبقى فوق ده، يعني عندي اختيار هنا تحت سهم اهو، لو ضغطت عليه كلمه ستيكر 2 هتبقى هي اللي هتطبع الاول او هي اللي هتتصدر الاول في الملفات بتاعتك، يبقى رقم 3. طب انا عايزها قبل الكلمه، قبل رقم 2، بضغط عليها يبقى هي بقى هتتصدر ده الاول، بيتصدر ده بعده وده بعده وده بعده بالترتيب كده. انا عايز انزل واحد، بنزل من هنا كده، يبقى انا كده نزلت. او امسك كده العنصر نفسه او الارت بورد نفسه وابدا اسحبه كده، اول ما تزرق معايا المكان اللي انا عايزه كده يزرق كده اسيب، يبقى هو في المكان اللي انا عايزه. يبقى كده انت عرفت ازاي ترتب وتسمي الارت بورد. ممكن اضيف ارت بورد تاني من هنا برضو، تقدر ان انت تضيف. لو انت ضاغط مثلا على اي واحد عايز مقاسه بالظبط كده، لو مثلا ضغطت على ده عايز مقاسه بالظبط، بضغط كده بيديني واحد زيه بالظبط. لو ضغطت على ده وضغطت هنا حرف الزائد ده نيو ارت بورد، بضغط كده بيديني نفس المقاس، يعني اخر مقاس انت ماسكه هو اللي هيديهولك. انا عايز انشطهم كلهم مع بعض، بضغط شيفت الاول وابدا امسك كده واسحب. ده ما اتنشطش معايا بالشيفت، واضغط عليه خلاص بقى معايا. اوكي، يبقى كلهم كده متنشطين معايا. وانا عايز ارتبهم بطريقه افضل شويه. في عندي هنا مكان اسمه ري ارينج اول، لو ضغطت عليه يديني التيبل ده. التيبل ده بقدر اتعامل معاه برضو وانظم الارت بوردز بتاعتي. لو جيت هنا بضغط عليه بتطلع لي نفس التيبل. طيب لو جيت هنا وضغطت هنا ري ارينج اول ارت بوردز، نفس التيبل. يبقى احنا عندنا كذا مكان تقدر ان انت تعدل عليه. الدنيا حلوه خالص وسهله وبسيطه، وركز معانا كده وروق وكل حاجه هتمشي ان شاء الله. طيب تمام، ايه اللي بيريحني ان انا اضغط على طول من هنا، مش لازم اطلع فوق وانزل تحت وبتاع. طيب خلاص ماشي، انا عندي هنا ترتيب بيقول لك ان ارت بوردس 6، يعني انت عندك 6 ارت بوردس. تمام يا ريس، شكرا. باجي هنا بيقول لي هي هم مترتبين من اليمين للشمال ونازل تاني ومن اليمين للشمال. تحت هنا في يقول لك كلونز، يقول لك عمودين، لو انت عايز ترتبهم عمودين، عايز ترتبهم بالشكل ده. طيب السبيسنج دي المسافه اللي بين الارت بوردس وبعضها، المسافه دي هي السبيسنج. ببدا انزل كده مثلا اخلي بينهم نص سنتي مثلا، انزل تحت كده في علامه متنشطه اسمها موف ارت وورك وذ ارت بورد، يعني هتحرك الارت وورك مع الارت وورد. ارت وورك والارت بورد الفرق ايه بينهم؟ الارت بورد اللي احنا قلنا عليه، هنعمل كانسل كده بعد اذنكم وهنشوف هنا. لو عملت ضغطنا هنا ده اسمه ارت بورد وده اسمه ارت بورد، بس جواه حاجات. الحاجات اللي جواه دي هي الارت وورك، هي الارت وورك. لو جينا على العلامه دي اسمها موف كوبي ارت وورك ويز ارت بورد، يعني اعمل لك حركه احرك الملف بتاعك بالارت بورد مع الارت وورك، معناها يعني هحرك التصميم بتاعك مع مساحه العمل كامله. طيب انا مش عايز كده، انا عايز احرك بس الارت بورد او احرك الارت وورك. بضغط على العلامه دي بشيل التنشيط من عليها واجي احرك، خلاص كده انا بحرك الارت بورد لوحده. طب انا عايز احرك دول، حرك دول بقى، تخش انت على الايه السليكشن تول بتاعتك وتبدا انت تحرك في المكان اللي انت عايزه. الرسم بتاعي او التصميم بتاعي ده العمل بتاعي، لكن الارت بورد هي مساحه العمل. حلو الكلام. نعمل كنترول زد، نبدا نرجع كل حاجه مكانها. طب انا عايز احرك ده هنا مثلا، بخش على الارت بورد من هنا وابدا اظبط نفسي بقى. طيب انا عايز احرك، طبعا هرجع دي زي ما كانت، اعرف امتى انشط دي واعرف امتى الغي التنشيط. طيب انا هنشط دي عشان ابدا احرك الاليمنت بتاعتي اللي جوه، العناصر والحاجات دي بتاعتي كلها تتحرك براحتها. طب انا ممكن ارتب العناصر دي، ارتبها ازاي؟ انا ممكن ارتبها يدوي، بس انا عايز المسافات بينهم كويسه مظبوطه، عايز المحاذاه مظبوطه. طب اعمل ايه؟ زي ما احنا قلنا هنخش هنا على الرينج اول ارت بورد ونبدا نظبط بقى. انا عاوزهم مثلا على بالشكل ده كده مثلا، وخليهم على 3 صفوف ويبقى فرق بينهم نص سنتي، ويتحركوا كلهم مع بعض، يعني الارت بورد العمل اللي جوه والارت بورد نفسه يتحركوا ويتظبطوا مع بعض. اقول اوكي، جابهم لي على 3 صفوف فرق بينهم نص سنتي بين كل ارت بورد والتاني كده، واحنا كده
نص سم. اجي هنا لو جيت ضغطت هنا هيرصهم لي كده من اليمين للشمال كده صف واحد، فمش هيدي لك هنا رو ولا هيدي لك ايه كولا، لا هيدي لك عمدان ولا هيدي لك صفوف، هيخلي لك بينهم بس السبيسنج نص سم. هتقول اوكي هيبدا يجيبهم لك بالشكل ده. طيب انا عايزهم بشكل تاني، اجي هنا كده لو ضغطت كده هيجيبهم لي واقفين كده عمود، اوكي يجيبهم لي بالطريقه دي. انا عايز ارتبهم بقى، اخلي الكبير فوق والصغير تحت وارتب العناصر بتاعتي. العنصر ده رقم 2 ده انا عايزه مثلا يبقى هنا كده، جيت كده رتبت اوكي، بص تلاقي الترتيب بتاعه بقى هنا. وانا عايز ده فوق اول حاجه خالص، فوق بجيبه فوق خالص كده، جبته فوق بس هو مش باين معايا، لازم ارتب من هنا، اخش هنا واقول اوكي خلاص بقى هو اول واحد. فانت تقدر تعدل وتظبط في اماكنهم وازاي يتصدروا للمطبعه او يتصدروا للعميل. طب انا لو جيت عملت كده وجيت شلت العلامه دي وقلت اوكي مش هيحصل حاجه، لكن انا لو اخترت حاجه هنا كده وقلت اوكي تبدا تشوف الاختلاف. عندنا الارتوبورتس اتحركت كلها واتساوت ببعضها بس ما اتحركش معاها الارت وورك، التصميم بتاعي ما اتحركش معاها، فابدا انا ارجع حاجتي مكانها كده. بس ده خطا برضو، لان انت من المفروض من الاول انت عارف انت هتعمل ايه، انت عارف انت هتعمل ايه. يبقى العلامه دي دايما خليها متنشط عشان ما تقعدش تاخد مجهود كبير جدا في ترتيب العناصر بتاعتك. انا عايز احذف اي ارت وورد من دول، انشط عليه كده وابدا احذفه، خلاص كده هو مش موجود. بص كده هو مش موجود، جينا على ده ديليت مش موجود، يبقى انا شلت، اقدر اشيل واقدر اضيف ارتبوردز ثانيه حسب ما انت واقف على اخر ارتبورد. يعني انت لو واقف على الارتبورد ده وجيت قلت ضيف لي ارتبورد هيديهولك نفس المقاس اللي انت حاطط عليه. احنا عندنا هنا كارت شخصي معمول بورتريه وبورتريه ولاندسكيب، فانا عايزك تعمل ملف في ارتبورد بالشكل ده وارتبورد بالشكل ده وتبدا تضيف دول جوه. انا هعمل لك واحد وانت تعمل الثاني، وده التاسك بتاع النهارده. تمام، هفتح ملف كده فايل نيو، طبعا احنا عندنا المقاس هنا مكتوب اهوت جاهز، وهعمل اثنين وهعمل كريت، هيبدا يظهر لي الكارتين بتوع الوش والظهر بتوع الكارت، واجي على الملف بتاعي واجي عليه كده. وممكن طبعا احنا بنستخدم سيلكشن تول او الموف تول في الفوتوشوب برضه، هي دي بتاعت التحريك، بسحب كده ممكن اسحب كده احط ده هنا كده، او ممكن اجي كده على العنصر ده وكنترول سي واجي هنا كنترول في، خلاص كده ببدا اعدل عليه. هاجي كده اسحب مع الشيفت، ابدا كده مع الشيفت طبعا اسحب عشان الايه نسبه وتناسب يكبر مع بعضه كله نسبه وتناسب، وابدا احط طبعا ايه التصميم داخل البليد مش داخل المقاس بتاع الكارت. مقاس الكارت 9 5، لكن احنا عاملين بليد حواليه 3 مللي، فبدانا ان احنا نحط فيه. لما يجي يقص من هنا كده هيبقى برده بره الشغل بتاعي، واجي هنا كده. انت دلوقتي كل اللي مطلوب منك ان انت تعمل لي 2 ارت بورد، لكن بورتري راسي عايزينهم واقفين، يعني عايز التصميم واقف. هتيجي هنا وتاخد دول زي ما احنا عملنا كده، بس تكون انت هنا مجهز الارت بورد بتاعك كده. يبقى الفيديو بتاع النهارده خلص، يا ريت تدعمونا تدعموا القناه وجعلوا في ميزان حسناتنا جميعا. وفي نهايه كلامنا، اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت التواب الرحيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.